السلام عليكم. انا الكوتش اسامه ديال جمعيه وفاء الاندلس، الكوتش ديال الفئات الكبرى. بغيت نوصل واحد الميساج باننا حنا في وفاء الاندلس باقي ما عندناش ملعب، كنلعبوا غير في مرات في تيرانات جردات كنترينيو فيهم، ما عندناش فين ترينيو. بغينا نوصل واحد الميساج للرئيس الجماعه ديال سيدي مومن، بغينا نوصلوا له واحد الميساج بان فريق الاندلس راه ما عندوش ملعب فين يلعب، ما عندوش ملعب قرب، كاين واحد الملعب ديال قرب ولكن كاينين واحد الاشخاص اللي هما متحكمين في هذاك الملعب، ما كي عندهم فرقه ديالهم هما شادينها، كاين تقريبا شي فرقه هما اللي شادين هذاك الملعب. بغيت نوصل واحد الميساج من هنا للرئيس جماعه سيدي مومن، مشكور هو كيوقف معنا في شحال من حاجه اللي كنبغيو هو كيوقف معنا فيها. بغينا نوصلوا له واحد الميساج بان الوفاء الاندلس راه ما عندوش ملعب، راه كنترينيو غير في بعض المرات في الجرا هذه، كل مره فين الدراري بعض المرات كنترينيو في واحد التيران اللي حمري وبعيد علينا، ماشي تقريب ما عندناش الترونسبور. واش عمركم ما قدمتوا شي طلب للرئيس؟ هذا الرئيس جديد، حنا دوينا مع قدمنا واحد الطلب، عطاونا جوج سوايع نهار الاحد صافي تلعب فيهم ماتشات ديالك فقط، والايام ديال الايام الاسبوع كامله مخوده من شي اطراف وما شادين كيستغلوا فيها، ومن من من راسهم كيستغلوا فيها، خدامين بها تما بحال شحال تقريبا عدد المنخرطين اللي عندكم؟ الشباب كاين شي 45 دري تقريبا، ما كنقدروش حنا نزيدوا على قبل الملعب، شحال من حاجه حنا الماتيريال كنشريو من عندنا، البالونات من عندنا، كل شيء. شي اشخاص اللي جبت لك رئيس الجمعيه ديالنا، وكاين شي اشخاص هما اللي هما واقفين معنا، حنا واقفين معنا على قبل الماتيريال، على قبل شحال من حاجه. بغينا نوصلوا ميساج لرئيس جمعيه سيدي مومن، وكنتمناو منه يشوف هذا الملف ديالنا.